اللهم صل على النبي. هنا معايا 24 فدان في البحيرة أبو مطامير. بسم الله ما شاء الله، عندك هنا ما شاء الله 12 فدان محاصيل أهو، مرتين تربة حمراء رملية. المبنى اللي فيها ده معهد ديني لسه تحت الإنشاء. وهنا اللهم صل على النبي، هنا 12 فدان برتقال ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجة تفرح، ربنا يبارك. هنا الأرض ملهاش جيران، طريق من بحري وطريق من غرب، من غربة وطريق من الشرق في طبطين. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، صور لك الأرض كلها إيه، هطلع معاك هرجع على المية فوق عشان تشوف بعينك. هنا ممنوع حاجة اسمها طبل، حاجة محترمة، أرض ملك خالصة. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجة تفرح، اللهم صل على النبي، ربنا يبارك. فيها مبنى طبعا، الأرض بسم الله ما شاء الله، طبعا الجيران يب منك مسجد، ده المبنى بتاعنا. تمام، استراحة كده جنب منها زرب المواشي. الأرض محاطة بطريق من الغرب ومن بحري وطبطين من الشرق. أنا عايزك تترجم مع الراجل بتاع ست فدادين. بسم الله ما شاء الله، دول اللي هياخد المزرعة دي. هطلع معاك للمية فوق. هنا الأرض في فوق مطامير بحيرة جنب المطار إن شاء الله. بص يا هطلع معاك المية فوق. خش على الفتحة اللي عامل ده. تمام. فين المية الفتحة بتاعتها؟ كمل معاك الفيديو. الأرض تمام. أهي. الفتحة إن شاء الله بتروى من فتحة. ادي التبطين بتاعها اهو، بسم الله ما شاء الله. وادي الارض ان شاء الله تبارك الرحمن، ربنا يبارك صاحب الارض وصاحب النصيب.